من أهم أهداف معرض القاهرة الدولي للكتاب هي أن الأسرة كلها تقرأ، إرساء الثقافة للأطفال. فكرة أن أنا أحبب الولاد في المعرض، أن أنا أجيبهم، أن أنا ألاقي أسرة كاملة موجودة، ده يطمني على أن المعرض واصل لأهدافه بشكل قوي جدا. معنا أسرة بتزور المعرض، هنتعرف عليهم. برحب بحضرتك. أهلا بيكي. عرفيني بيكي. ميري نايم. أسرة هاني. كروس هاني. ماريو هاني. أهلا يا ماريو. هاني صبحي. هاني برحب بيكوا وبأسرتك. قولي لي ايه حرصكم النهارده على ان انت تبقي مع الاولاد في المعرض؟ احنا بنحب جدا نزور المعرض كل سنه لازم، باباهم معودهم على كده بقالنا 4-5 سنين. بنحب زياره المعرض جدا وبنزور كل سنه، بنحرص على كده. ايه اهم حاجه بتقولها للاولاد وانت جاي المعرض؟ ايه اللي بتقوله لهم علشان تشجعهم ان هم ييجوا مكان فيه كتب وزحمه؟ انا طول الوقت بشجعهم على القراءه عموما، يعني مش وقت المعرض عموما يعني. فالمعرض بيبقى فرصة بقى ليهم أكتر إن هم ينزلوا يشوفوا معروضات أكتر ويلفوا، لما بينزلوا بيلفوا اليوم كله، بيحبوا يخشوا كل القاعات وبيحبوا يقروا في كل المجالات. وأنا من صغرهم محبهم في القراءة، وكمان عندهم بقى التلاتة بدأت تبقى عندهم ميول إن هم يألفوا كمان ويكتبوا ويألفوا صور مصورة، يعني قصص مصورة بالرسم. ممكن الكتابة تبقى جينات ولا إيه؟ يبقى ممكن وارثين حضرتك يعني؟ هما حابين يعني. حضرتك مشارك في المعرض بكتابين. انا عندي كتابين، كتاب اسمه على القهوه في شبرا، ده بيناقش الحاره الشعبيه المصريه وفكره الانسجام والتعايش بين مسلم ومسيحي في قلب المنطقه الشعبيه يعني. وعندي السنه دي نازل بكتاب اسمه روح الروح، اتكلم عن القضيه الفلسطينيه، العنوان طبعا مستوحى من الشخصيه الشهيره الشيخ خالد، اللي هو الفيديو اللي انتشر في العالم كله، كل الناس شافته يعني. فحبيت اتكلم عن فلسطين السنه دي يعني في المعرض. قولي لي حضرتك كزوجه لكاتب، ايه الاجواء اللي ممكن تبقى في البيت اللي تخليني كمان الارث ده يصل للاطفال؟ ان انا زي ما حضراتكم بتقولوا الاولاد كمان بيحبوا يكتبوا ويقلبوا، ايه اللي عملتوه عشان تنموا ده عندهم؟ هم من صغرهم بيحبوا جدا موضوع الكتابة وقراءة القصص والتلوين، وماريو أكتر واحد كبير. بالنسبة لبابهم بقى الهدوء، يعني اللي تعمليه الكاتب عندك في البيت الهدوء. وبيقرا كتير يعني، قراية عنده. أسألكوا سؤال بس مش قادرة ما أسألوش، في ظل الحالة الاقتصادية والغلاء وممكن بعض الكتب غلي شوية، هل ده ممكن يعمل تراجع لدور إن أنت تعمل ميزانية للكتب للولاد؟ يعني مش دايما لازم نحرص على ان احنا نحضر، وحتى لو هنشتري حاجات معينه بنرتبها في دماغنا، بس لازم نيجي ونوريهم الاجواء ونكون اصلا المشاركه ووجودهم النهارده ده مش بيروح من ذهنهم. مهم جدا جدا ده، كل سنه لازم يجوا مره واتنين يعني. رحتوا الانشطه؟ اه. حضرتوا ايه؟ اللي بره المسرح حلو جدا. انا عايز اسمع منك انت حضرتي ايه النهارده في المسرح؟ بص للكاميرا طيب علشان تطلعي معانا. لسه هنخش المسرح اللي هو بتاع الموسيقى. اللي بتحبي الموسيقى ولا بتحبي الرسم؟ ايه اللي بتحبيه اكتر؟ اكتر الرسم والكتابه. رسم وكتابه. طيب قولي لي اخر حاجه قراتيها ايه؟ اخر حاجه قريتها قريت نص كتاب روح الروح بتاع بابا. بتاع بابا. برافو عليك. طب قولي لي رايك ايه فيه؟ حلو. حلو ولا فيه مصطلحات صعبه وحاجات مش فاهماها؟ لا حلو. بتلجأ لك ان هي تفهم؟ انا عموما حتى في كتاباتي بستخدم غالبا اللهجه العاميه، حتى العربيه ما تبقاش عربيه فصحى شديده عليهم يعني، شنطات الاسرع يعني. واللي بيحبوا يقروا يعني، ولو في مصطلح مش فاهمينه بيلجأوا لي يعني وبيسالوني عليه. نصيحتك ايه النهارده كرب اسره للاسر اللي ممكن تكسل شويه انها تجيب الاولاد المعرض؟ تقول لهم ايه النهارده؟ اقول لهم ان الزياره في حد ذاتها، حتى لو مش هتشتروا كتب كتير ومعاكم الولاد، الزياره في حد ذاتها مهمه جدا. الروح نفسها، الاجواء اللي هم الولاد بيشوفوها افضل بكتير من حاجات تانية ممكن الطفل يعملها ما تبقاش مفيده ليه. انما لما يبقى جاي وبيتفرج على كتب وبيستمتع كمان، فدي بتنمي عنده للمستقبل حب للقرايه والمعرفه يعني. قولي لي ترشحي لنا كتاب ايه؟ روح الروح كاتب هاني صبحي. حضرتك بعيد عن كتبك ترشح لنا ايه؟ استاذ رباب فؤاد، استاذ مهندس احمد ربيع، عاملين شغل عالي قوي السنه دي يعني. بشكركم. الله يخليك. بشكركم وكل توفيق، وعايزاكم تتبسطوا جدا. اتفقنا؟ كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم المعرض الجاي ان شاء الله. شكرا. احنا قابلناكي وبنحبك جدا، وبنحب نقاط مسات كل اللي عاملين فيها، وبالتوفيق. شرفتوني ونورتوني. بشكركم.